علاش تريح في الدار؟ معظم الأشخاص راهم يقولوا علاه 15 يوم في الدار. درك نفهموا بشوي. كورونا فيروس يحتاج مدة 15 يوم بين أول كونتاكت وبداية ظهور الأعراض، يسموها فاز دانكوباسيون. درك إذا كل واحد فينا التزم بقرار البقاء في البيوت، راح يسهل التحكم في المرض. علاه؟ نفترض عنا 100 حالة راها تحت المراقبة الصحية، وهادو 100 كان عندهم احتكاك مع أشخاص قبل ظهور الأعراض، يعني قادر يكون إنسان حامل للمرض وما زال ما بانتش عليه الأعراض، وكل واحد يسلم على واحد، هكذا تتوسع دائرة المرض وتكون فترة ظهور الأعراض لحالات كثيرة في فترة محدودة، وهذا اللي صرا في إيطاليا. احنا كي نقعدوا في ديارنا مش راح نضعفوا العدد، لأنه مش راح تكون احتكاكات أخرى مع إنسان حامل الفيروس بلا علمه، وهو كي يقعد في داره مش راح يزيد يوسع نطاق الانتشار، ومع بداية ظهور الأعراض راح يتصل بالجهات المعنية ويقوم بالواجب. تخيلوا أن الدائرة تزيد تتوسع وتشمل مناطق بزاف، راح يصعب التحكم خاصة مع مستشفياتنا وقدرة استيعابها، راح نخسروا بزاف ناس عزاز علينا. من فضلكم احكموا دياركم به ما ينتشرش اكثر، لا تلقوا بانفسكم لتهلكة. خموا في صحتكم وصحة ولادكم وابائكم وامهاتكم، وحدوا من انتشار المرض.